السلام عليكم يا جماعه، معكم الف سنجيمر. النهارده هلعب جاست شيب ان دي. ثانيه واحده يا جماعه. المهم السلام عليكم يا جماعه، معكم الف سنجيمر. النهارده هلعب جاست شيب ان بي الجزء الثالث. طبعا اعتذر على القاعدين تسمعوه ده عشان بتعب. وبس في فيديو النهارده هلعب شالنج عادي وشالنج هارد كور، واتمنى ان انت تعمل التحدي اللي انا كان قصدي عليه، انك تختار احلى خمس مراحل ليك بس مش بتاع الكوبي رايت، وبعديها انا هلعبها. بس خلينا نبدا عشان انا تعبان. بصوا يا جماعه، خلينا متفقين مع بعض، لما تبقوا يوم الخميس اعرفوا ان يوم الجمعه انا تعبان فيها، اعرفوا بس انا مش هقول لكم السبب. خلينا نبدا خلاص بالتشالنج. العب كده مره عادي ومره هارد كور، بس ده الفيديو، واللي عليها كوبي رايت هبعد منه بكل بساطه. يلا بينا، بقالي وقت طويل قوي ما لعبتهاش. يلا بينا. ده ماشي، ده تقريبا، لا مش متأكد، بس تقريبا كلاش احلى. كلاش ولا داش؟ طبعا اتزقلط في المكان ده وما اتخبطش. كنت اتخبط. طبعا انا مش هغني مع الاغنية ده، انا كده هتعب زيادة. مفيش حاجة طلعت فوق. اوكي بسحب كلامي. هو مش قلت انك مش تغني؟ خليكم شغالين فوق. يس على خبطة، بس بتحرك انا بطريقة محترفين. يلا على السريع، انا عاوز اخلص الفيديو يبقى صغير وانت تستمتع، واتمنى تعمل التحدي. وانت قاعدين تقولوا يا اسم جيمر ايه لازمة التحدي ده؟ طب انا كده استفدت ايه؟ اسم الفيديو هيبقى على اسمك، فدي حاجة خرافية. Flowers of Antinomy. ايه قلت ما تغنيش، ما تغنيش كده هتتعب زيادة. خلينا نبدأ. طبعا عارف ان انا بقالي وقت على Never Give Up و Among Us عشان نسيتها حرفيا، وكمان على الاساس امونج اس طلع ان فيها تحديث ما اقدرش العب غير التحديث ده، وما نزلش غير من عند الاندرويد، فمش عارف هل في موقع نزل منه ولا لا، بس بشوف. ونيفر جيف اب مش عارف، احيانا بلاقي في العاب اهم منها. لا اوكي، ليه دوست داش؟
تحس ان هي اغنية هالوين. ني 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 اغنية هالوين. الو، ايه اللي حصل مرة واحدة؟ ايه اللي حصل مرة واحدة؟ خلي الماوس هنا. في نقطة زي دي خبطتني. السلام عليكم، أخبارك؟ الحمد لله كويس. شكرا. يا سلام، خلاص هنا محترفين بقى، محترفين. طبعا جبت بي عشان الغلطة اللي حصلت دي، اللي مش عارف ايه هي، مش عارف. الشاشة اتقفلت مرة واحدة. خلينا نشوف البوس هيطلع ايه. هو احس ان هو هيبقى فاينل بوس، مش عارف ليه احس ان هو فاينل بوس. لا، نيو جيم. اوكي، يلا بينا. تحس انه هي زي دوريتوس. دوريتوس خلص الشيف فيه. انا ادعو ليه؟ الشباب، اتوقع ان انا جبت العيد. نيو جيم عليها كوبي رايت. اللي بيفهم في الكوبي رايت قولوا لي تحت في الكومنتات ايه اللي هيحصل لو جالي، عشان انا حرفيا مش فاهم اي حاجه فيها. يا سلام. ايه على أرب سون جيمر، على عبد الرحمن. النكتة حلوة بس عجبتني النكتة بتاعتي. ليف تشالنج، وخلينا نبدأ في الهارد كور نشوف هل هنتعذب ولا لا، عشان حرفين الهارد كور مازال مش على مستوايا.
مش على المستوى يا شباب. انا ما بلعبهاش اصلا غير لما اعمل فيديو او ان انا اسلي نفسي، يعني ما بلعبهاش كتير. لا عادي، رايزيس عليها كوبرايت، كرييترز كرييترز دي جبت عليها اس في الهارد كور، فهل انا اقدر ان انا اعملها قدامكم؟ مش عارف، يلا بينا. تفضل واقف هنا، ما تتحركش ومش هتتخبط. يا سلام، ما اتخبطتش لحد دلوقتي، ماشيين تمام. مش عارف اروح فين. اوكي تمام، بس اني ما اتخبطش عشان اثبت لكم اني جبتها. Determination. كنت هثبت نفسي اني عزيمة، ايه الفلة اللي انا عملتها دي؟ بس جبتها انا. اوكي ما جبتهاش، هثبت لكم. ابص اكني ما اتخبطتش. اوكي يا شباب جاهزين؟ ديترمينيشن. يا سلام، بس خلاص ما اتحسبتش، ما اتحسبش تعبي. اف، جبت اف يا شباب، جبت اف. واو واو، ها 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 ها. عامل فيها ذكي. طبعا انا جبت بي مش اف، فاللي احتفل انصحك ما تحتفلش بدري. خلينا نكمل. ايه اللي عليها بالكوبي رايت؟ تفكن ماشي، كريستال ماشي، شرونوس ماشي. اوكي ماشيين تمام. مش تمام، ما بقيناش تمام. التركيز بدون كلام، ده الحالة اللي انا فيها.
يا سلام، ده اللي يحصل، تركز وانت ما بتتكلمش تكسب على طول، فلما تلعب مرحلة أغاني ما تتكلمش. نشوف البوس هيبقى ايه، بس أتمنى يطلع نيو جيم عشان ما يبقاش عندي كوبي رايتين. يلا أرجوك بقى، أرجوك بقى، لكن ستروبي ماشي معلوش حاجة. طبعا لغوا الحركة بتاعتي، لغوها للأسف. بس لو بتعملوها مش هتخبط برضو، ده مش هيمنع احترافي. يا سلام، خلصنا الاثنين في 17 دقيقة، كويس قوي. مية واتناشر نقطة كتير. يا شباب عاوز منكم طلب صغير، هو الطلب ده هيعجبكم قوي. انا هوريكم بداية اللحن بتاعت الاغاني كلها، وانتوا قولوا لي احلى 5 حاجات لعبتوها، وانا هبقى اعمل فيديو عليها، والفيديو ده هيبقى باسمك، الاسم اللي انت مكتوب عليه. يعني مثلا انا عبد الرحمن عادي، بس انا مسمي اسمي ارابسون جيمر، فالفيديو هيبقى ارابسون جيمر. انتوا فهمتوا قصدي، قولوا لي ايه دي اول مرحله، دي تاني مرحله، وده يبقى هارد كور، ده مش عارف ايه. فشوفوا بقى اللحنات، استمتعوا.
اوكي يا جماعة، دي كانت المراحل كلها، اتمنى انك تكتبها. كنت بتقولوا طب انا كده استفدت ايه اول ما بعت الرد في الفيديو اللي جاي من جيومتري داش من جاست شيبس اند بيتس؟ هختار شخصين، ده لو واحد عملها هختار شخصين ويبقى في الفيديو، على اساس الفيديو ما يبقاش قصير قوي، يعني هاخد شخصين وبس. نهاية الفيديو بدأت، يعني انا مش حزين اصلا، بس انا ما زلت تعبان. بس كما قال عبد الرحمن الأرب سم جيمر، الى اللقاء.